مشاهدين، انتشر مقطع طريف لطفلة تحتفل بيوم ميلادها وبين الحضور طفلة تانية. بعدين عرفنا انها اختها واقفة وهي زعلانة، مو زعلانة يعني، في الواقع كانت غيرانة خلينا نقول شوية، لانه في المقطع لما جات الطفلة تطفي شمعة يوم ميلادها، قامت البنت على طول اللي هي اختها على طول سبقتها وطفت الشمعة. طبعا انفرشت البنت، شوف على نظرة انتصار يعني، بس انه حتى لما انفرشت جالسة مبسوطة تقول ايوه انا طفيتها. يا ساتر، خلينا نشوف هذا المقطع ونرجع. سالفتها اليوم انه لما يكون في غيره بين الاخوات كيف الواحد يتعامل معاها، كيف اقدر اتعامل مع اختي الغيرانه؟ هل مثلا تحب تتميزي حتى لو تغار، او تقدر ان انت تحتويها في ذا الموضوع انه معليش؟ ما ادري كيف راح يكون الوضع، لكن يمكن بين الاطفال الغيره اللي بالشكل ده الكياد ده، ترى انا قهرتني على فكره، يعني قهرتني كانه كان عيد ميلادي انا وعيد ميلاد الطفله. ومستفزة كده بين الأطفال. أوكي تتقبلي، موجودة بين الأطفال هذا الموضوع، وهو موجود أيضا بين حتى لو البنت ولد، يعني بين الأخوان والأخوات موجودة الغيرة طبعا وهو موجود ما بين الكبار، لكن كيف بتكون الغيرة من الأخوات في الأدولت البالغين؟ كيف بتكون يعني أنا سمعت مرة موقف، لو تسمحي لي أقول لك هو وبناء عليه ابني رد رأيك. سمعت مرة موقف إنه في وحدة فعلا مكلفة على زوجها بشكل مو طبيعي، ابغى الشنطة الفلانية، ابغى اسافر المكان الفلاني، ابغى اروح المكان الفلاني. ليش؟ اشمعنى اختي كده؟ أيوة. اشمعنى اختي زوجها يسوي لها؟ اشمعنى عيال اختي كده؟ يعني عرفتي؟ فهمت صح. هل هي هذه السيدة بتغار من اختها؟ هو اصلا كل المجتمع اللي حواليها قال انها بتغار، احنا كنا بنحش فيها يوم. انا ما ادري اذا كان اسميها غيرة او ممكن اسميها انه اشمعنى انا ما عندي كمانة، اشمعنى هي عندها وانا ما عندي، يعني يمكن بتشوف انها مبسوطه في حياتها، عندها اشياء بتسعدها، عندها اشياء حلوه، وانا مثلا زوجي ما بيجيب لي، ما بيسفرني، ما بيشتري لي، فاعتبرها انه اشمعنى اكثر من هي انه غيره. الغيره ممكن تكون في اشياء ثانيه، ممكن انه يكونوا مراهقات مع بعض هنا في ذا السن، يعني لما يكون سنهم قريب من بعض، و مثلا هم الاثنين راحوا مناسبه وهذه طلع شكلها احلى من هذه، فهنا ممكن اعتقد والله اعلم انها تصير تدب نار الغيره. لا مش غيره قد ما هو ما كان غيره. شوفي انا تذكرت موقف صار معي وانا صغير، الحين تذكرته اقول لكم اياه كلكم. ما ادري اذا اختي قاعده تتفرج معي ولا لا، اختي نف اصغر مني ما شاء الله، انت شفتيها يعني هي انحف مني. هي انحف بكثير يعني، ومن واحنا صغار هي كده، وانا كنت مره يعني كنت شيء كذا كبير مدور، ما كنت عارفه يعني البس ابدا ولا اختار ملابس. ايوه فكانت فعلا مثلا قطعتين اللي اعرف اختارها في السوق كله، وهي ما شاء الله كانت فراشه طبعا تتغنى ما بين الملابس. عرفتي؟ فما كانت غيره قد ما انه كنت احس انه انا ابغى اوصل لدي المرحله انه انا اقدر البس كل شيء على كيفي. ايوه هي على كده، هي ما هي غيره وحشه، بس هي انه ايش معنى، او انا كمان ابغى، او انه زي هذه البنت ليه سويتوا عيد ميلادها؟ طب انا كمان ابغى اطفي الكيكه، طب هذا عيد ميلادها وانت ليك عيد ميلاد، لا انا كمان. عموما خلينا نشوف اراء الناس في هذا الموضوع في الاستطلاع التالي ورجعين. بالنسبة لغيرة الأخت سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يعني أحاول إني أنا أتقبلها بشكل ربعي صدر رحب مرة تماما، وإني أخلي ما أسوي الأشياء اللي ممكن يعني تثير فيها الأشياء هذه. وطبعا الأم لها دور كبير بأنها تزرع هذه الأشياء فيهم، إن مثلا ما تقارن الخوات مع بعض، أو مثلا أختك سوت أنت لا، أختك قالت أنت لا. لازم أفهم إنه أختي إذا غارت مني معناها في شيء أحسن فيني أحسن منها، أو الناس اجتماعيين يحبوني أكثر، فلازم إني أعطيها مجال، أفسح لها الجو، أعطيها جو، يعني أهاود معاها ولا بدون ما أتحسسها إنه في غيرة ولا شيء.
بدون ما تحس. طبعا ما راح اخلي نفسي انا متميزه دائما، احاول امدحها، احاول ابرزها هي اكثر، احاول احتويها. هي ما غارت الا شافت فيني تميز، هي تتمنى تكون مثلي، ليس بالاساءه لي بس انها تحاول انها تكون، فلازم انا احتويها واحسسها بحناني اني اثبت لها اني انا معز. لو سمح الله صارت اختي تغير مني فانا اتقبل هذا الشيء بصدر مره رحب، لانه اكيد بالحياه في فروق فرديه من ناحيه طبعا الذكاء، الاشياء الماليه او اشياء ثانيه او الاسريه، فانا اتقبلها بصدر جدا رحب ولا ازعل منها، واحاول اني امتص دائما وجهه نظرها يعني رغباتها اي شيء ثاني. يعني المفروض يعني صراحه اولا الاخت ما تغار من اختي، هذا واحده، بس اذا كانت الاخت افضل ماديا اجتماعيا من اختها تساعدها، اتوقع يعني افضل شيء. رهيب، حبيت كل الناس كانت ارائهم انه هيحتووه الاحتواء بالفعل، وهذا اللي هم قالوا انه ما هي غيره قد ما هي تتمنى انه تصير زيي، وانا راح احتويها وراح اشجعها. طبعا الفقره حقتنا برعايه بشره وكيك بشره، احنا دقناه على الهواء ومره لذيذ يعني، حلو الاكل مع السوالف المره دائما احنا يصير كذا الموضوع بالضبط هرجتنا احنا الستات كذا، لازم يكون في قهوه وكيك وعشان نعرف نحس جامد. ولكن انا اللي اشوفه في النهايه انه ما في غيره بين الاخوات، في انه انا اتمنى اصير زيها، اسمعنا هي وانا اتمنى. وحلو لما تكون الاخت الثانيه او الاخت الكبيره تنتبه لهذا الشيء وتحتويها وتحاول انها تشجعها وتخليها يمكن احسن منها. يعني يمكن احنا الاخوان حتى مع اخواننا نحب اننا يكونوا احسن مننا، انا ابغى اخويا يكون احسن مني، اختي تكون احسن مني، خصوصا في العلم، في الوظيفه، في المستقبل، ليش لا؟ بالعكس نتمنى لهم الافضل ويكونوا احسن مننا كمان. معك حق ريم، الاربيس حقي فصل. احنا كده يعني يا عبير اكيد انت ما ادري ايش رايك في موضوع الاحتواء. انا معك زي ما قلت لك يعني خصوصا انت عشتي معي يعني عندك اخوات قريبين سنكم من بعض، فاكيد زي ما ذكرت المثال يعني حصلت موضوع الغيره، ولكن مش انه هل وصل الغيره ممكن توصل لشد الشعر والضرب زي ما لا ما اتذكر انه احنا وصلنا لذي المرحله لا بس لا بالعكس الحمد لله. ويعني انا قصدي انه ممكن هل هي تستمر، هل يعني ممكن انه هي الغيره دي تستمر توصل بشكل سيء او لمرحله مثلا مش لطيفه ما بين الاخوات. صح. هي معك حق، الاحتواء حاجه مهمه جدا، بيلعب دور مره كبير انه هو، ودور الاهل كبير طبعا، اكيد دور الاهل كبير، يحسس كمان انه الاثنين انتوا عندي نفس الشيء كأم او كأب، يعني لازم هم كمان حتى لو ما كانوا الاثنين مثلا اخوات او الاثنين اولاد، يعني سوري لو ما كانوا الاثنين بنات او كجنس، يعني حتى لو بنت وولد الا ما تصير في غيره طبعا من الطفل الاصغر. صحيح. الا ما تصير، فلازم انه لا كمان تحسس انت الشخص الكبير انه انت مميز بالنسبه لي. بس البنت اللي في الفيديو مره كياده، اي وحده اللي طفت الشمعه وهي موعد ميلادها الكبيرة. شوفي بالذات في حفلات الاعياد الميلاد هذه تحصل، ترى كل الاطفال متحمسين، في شمع واحد بيحتفل فيه كلهم، ترى حتى لو كانوا اخوان او ما هم اخوان راح لا ما حد يطفي شمعة. شوفي انا مو هنا، شوفي كيف تسوي، واه تستاهل والله، يعني مره مستفزه يعني. انا استغربت، انا في البدايه توقعتهم عرب للامانه، الين ما بعدين نزلت او جت اخبار معينه عنهم ان هم طلعوا برازيليين او حاجه زي كده، وابوهم مبسوط، الاب كان مبسوط يعني، والموضوع عادي جدا. هذه الغيره تحصل انه مشهورين انشهروا بشكل مره طبيعي، ولازم هنا دور الام والاب انهم يحتووا اولادهم، يحتووهم، وكمان يعرفوا يتعاملوا في هذه المواقف عشان لا يكبر. صح. ويزيد الموضوع، لازم زي ما قلت ان الام والاب يعرفوا يخلوا كل واحد مميز، وهذا صح. لك يوم وانت كمان لك يوم. معك حق كريم، يعني ان شاء الله الله لا يجيب غيره ما بيننا اثنين حبايب باذن الله. كانت هذه هي سالفتنا وما فيها. مشاهدينا خلصت حلقتنا اليوم، اكيد هنشوفكم بكره وبعده وبعده باذن الله في حلقات جديده ومواضيع مختلفه. تابعونا ولا تنسوا انه انتم تشاركونا ايضا على هاشتاج برنامج سيرتي والسالفه وما فيها. العافيه.